السؤال الثاني الثالث موضوع هو الظرفية السياسية واستقبال المواطنين المقيمين بالخارج. كلمة لأحد السادة المستشارين من فريق التحالف الاشتراكي لتقديم السؤال. شكرا سيد رئيس، سيد وزير المحترم، السيدات والسادة المستشارين. سيد الوزير، جرت العادة في كل ما اقترب فصل الصيف الذي يصادف عودتي للمغاربة المقيمين بالخارج لزيارة وطنهم وعائلاتهم، وهم يحملون مشاريع الحب هذا الوطن ومشاعر زيارة الرحم، وفي نفس الوقت تدبير أمورهم. ونعرف أن الحكومة تتعبأ، وكذلك جمعيات عدد من المهيئات والمؤسسات المهتمة بالموضوع، إلا أن هذه السنة لهذه هذه الزيارة ستصادف لها طعما خاصا، وستصادف بكل تأكيد وضعا جديدا في المغرب يتجلى في الحراك الاجتماعي الذي اتسع وما زال يتسع، المطالبة بالإصلاحات، التدابير المتخذة في غمار النقاش حول الدستور أو تعديل دستوري، كذلك الحديث عن الانتخابات و حل مجلس البرلمان وإعداد لنظام جهوي جديد، وفق هذا وذاك الوضع المتأثر للاجتماعي، وبالخصوص أن هناك الآن ما يمكن أن نسميه بتوقف العمل داخل بعض الإدارات العمومية، العمل في المحاكم يتوقف، كاد أن يكون عاديا منذ ما يزيد عن 8 أشهر 3 أيام في الأسبوع. ونحن نعلم علاقة المهاجرين والمغاربة المقيمين بالخارج بمصالح القضاء والعدل، وارتباط هذا بحياتهم العائلية وأمورهم المدنية. المستشفيات كذلك تكاد أن تكون وهي في حالة جد متوترة على جميع مستويات في جميع أقاليم المغرب. المحافظات العقارية متأثرة جدا بل مغلقة للتوتر والاحتقان الذي تعرفه، وهي كذلك إحدى الأماكن التي تردد عليها هؤلاء المهاجرين في كل سنة. فما هي هذا الذي أسألكم، ما هي الاستعدادات أو طبيعة هذا الاستعداد التي تهيئونه لهذه الظروف التي يتسم بهذه المواصفات بكاملها، يتطلب إضافة إلى ما قلناه إلى المناء وما تقوم به، بالإضافة إلى ما تقوم بإدارة بصفة عادية في شخص وزارتكم ومؤسسات أخرى كمؤسسة حسن ثاني للعمال للمغاربة المقيمين بالخارج، يتطلب منكم أو أن تخبرونا على الأقل بالمجهودات، ونحن مؤكدون بأن هذا الهم في حقيبتكم وأنتم تهيئون له، ولكن يهمنا أن لا تضيع هذه الفرصة وأن يستشعر هؤلاء المواطنين أنهم يعيشون مواطنتهم داخل بلادهم في غمار هذا الحراك وهذا النقاش الذي يشمل البلاد. وشكرا. الكلمة للسيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج للجواب على الأسئلة المتعلقة بعملية العبور 2011 في ظرف 15 دقيقة. شكرا سيد رئيس. أريد في البداية حضرات السادة المستشارين، أريد في البداية نعبر عن شكري الجزيل للسادة المستشارين الذين أتاحوا لي الفرصة حتى أضعهم في الصورة ومن خلالهم الرأي العام الوطني حول كل الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها بلادنا لإنجاح عملية العبور، وكذلك لمواكبة إقامة مواطنين المقيمين بالخارج داخل أرض الوطن. تعلمون حضرة السادة المستشارين على أن بلادنا راكمت تجربة مهمة في تدبير عودة مواطنينا خلال موسم الصيف، وهذه التجربة
تكللت بنجاحات مهمة وتعتبر بالنظر للعديد من المراقبين هي تجربة فريدة في العالم. وهذا النجاح تم أساساً بفضل تعبئة كل الإدارات والمؤسسات التي يهمها الأمر، وتضامن هذه الإدارات والمؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي تتوج أعمالها بوضع برنامج مهم لمواكبة رجوع مواطنين خلال هذا الموسم. وحتى لا أدخل في تفاصيل كل الإجراءات الموجودة الآن والتي تمت صياغتها في إطار اجتماعات لجنة العبور على المستوى الوطني وفي إطار تنسيق محكم مع جيراننا الإسبان، أكتفي بالتأكيد على أهم هذه الإجراءات. وقبل الإشارة إلى ذلك، أريد فقط أن أثير انتباه إلى مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى وهي أن هذه العملية عملية عبور تمت هذه السنة انطلاقا من يوم 5 يناير، وتسبيق هذه العملية راجع بالأساس إلى تزامن عودة مواطنين ديالنا مع شهر رمضان المبارك. والعنصر الثاني الأساسي وهو أن رجوع مواطنينا خاصة المواطنين عبر البحر، هذه العملية ستتم كلها هذه السنة على عكس السنوات الماضية عبر ميناء طنجة المتوسط. ففي السنة الماضية البواخر اللي دخلت المغرب عبر ميناء المتوسط هي فقط اللي جات من الجزيرة الخضراء، فهذه السنة كل البواخر سواء لنقل أو الرحلات لنقل المسافرين سواء القصيرة منها أو المتوسطة أو البعيدة قد يتم عبر ميناء طنجة المتوسط، والأمر يتعلق بالجزيرة الخضراء وببرشلونة وطريفة بإسبانيا وبجنوة بإيطاليا وبمدينة ميناء سيت بفرنسا. أما فيما يخص الإجراءات بطبيعة الحال هناك ما يهم مسألة النقل المغاربة المقيمين بالخارج، فهناك أسطول من البواخر ومن السفن اللي تم تحديده يبلغ 28 وحدة تنتمي إلى 12 شركة نقل، وهذا الأسطول غادي يأمن عبور أو نقل 75,000 شخص يوميا بالإضافة إلى آلاف ديال السيارات من أحجام مختلفة. هناك كذلك إجراءات جديدة اتخذت هذه السنة، وخاصة كل عمل الذي تم من أجل تأهيل بنيات ديال الموانئ ميناء طنجة المتوسط وميناء الحسيمة والنضور حتى يتم توفير كل شروط الراحة لفائدة المسافرين، وكذلك إجراءات تبسيط عملية العبور. أضيف كذلك إلى هناك تدابير تهم مجال تهم ميناء طنجة المتوسط، واللي تدابير غادي تسهل العبور أكثر وغادي تحسن ظروف الاستقبال بشكل جيد أحسن من السنة الماضية. يضاف إلى ذلك هناك تدابير تتعلق بالسلامة الطرقية والوقاية، وهنا أشير إلى تقوية عدد أو الرفع من عدد المراقبين للنقل الطرقي، وكذلك بهدف الحد من حوادث السير. وهنا أشير على أنه في سنة 2010 وبالمقارنة مع سنة 2009 تم تراجع حوادث السير على الطرق بأكثر من 40%. فهذه السنة غادي نستمر كذلك لاتخاذ كل التدابير باش إن شاء الله نتمنى على أن الطرق ديالنا تكون سليمة وخالية من حوادث السير. هناك كذلك إجراءات تتهم الموارد البشرية لكافة المصالح الأمنية بالنقط الحدودية وكذلك بباحة الاستراحة. وفي هذا الإطار أشير على أنه تم تعبئة أكثر من 3000 شخص تنتمي أو 3000 عنصر تنتمي إلى الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي.